والله طريب يا يعني تسمى كيما نقولوا اي واحد يقدر يدخل تسمى ربي يسترهم ربي يسترهم. والله انا واحد من الناس ما كنتش باش نمشي كي سمعت معناتها بالخبر قال لك السلطات النيجيريه معناتها ما فماش هذاك ويكلو، ومن بعد كي سمعت بالخبر فرحت معناتها وجيت معناتها. الحمد لله نحن تزيرية وتوانسة خيوة من اللي خلق الدنيا ونحن خيوة إن شاء الله. خاوة خاوة هذيك باينة. يعطيه الصحة ودرنا لما شغل استضفنا مليح كثر خيرهم وكلش. والله يعطيه الصحة قاسي سعيد يعني الرئيس كي بالديكلاراسيون اللي قالها وإحنا بكري خاوة خاوة الجزائر وصوص. مليحة مليحة درها الرئيس التونسي باسكو إحنا رانا خوت مع الجزائر وتونس وحاجة مليحة إحنا ما عندنا شك في الدولة التونسية باش تساعدنا شو لها على بالي بلي يساعدونا ويعطيهم الصحة وكيما إحنا ديما خوت مع تونس ما كاش مشكل. الحمد لله القرار هذا ساعدنا إحنا بزاف أيضا إن شاء الله يكون جمهور قياسي يحضر اليوم في ملعب رادس الدولي. والله بكل فرح وسرور كثر خيركم وإحنا ديما إخوة جزائرية وتوانسة ديما خاوة خويا. بيه قرار ما شاء الله مليح لنا نحن. نشكروها الرئيس التونسي على المبادره هذه في شهر رمضان وان شاء الله تونس ديما ان شاء الله دوله تونس ديما محميه ان شاء الله يا رب. عجبتنا بزاف وكثر خير وكي دار كيما هكا باسكو النهار كي سمعنا باللي اويكلو الماتش طاح لنا المورال. نشكر الرئيس التونسي على الدخول المجاني للانصار وخوه خوه ماريو التونسي وشاشيه تونسيه وتريكو ربي يحفظه ربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله بارك الله فيه تما درنا بليزير وتحيه الرئيس تاعنا تبون وديما تبون. نشكر بزاف بزاف الحكومه التونسيه على هذا الاجراء يعني كثر خيرهم يعني شجعونا باش نجيو. تونس هي الجزائر هكذا اكدوا خاوة خاوة ديفيرونس كاع راك رانا شغل في الجزائر والله غير رانا في الجزائر صح اوكي ديفيرونس. يعطيه الصحه ويبارك له في عمره وعمل يعني جاست باهي وهنا جينا باش جانا الخبر مره الاولى بيني المقابله بدون الجمهور والاسف اسفنا ما نكذبش عليك ومن بعد كي جا الخبر بيني راح تتباع فوالا قيس سما تنجم تقول كي قيس كي تبون ما عندناش فرق نحن فهمتيني رانا رئيس واحد وبصحتكم ان شاء الله وشكرا لتونس وشكرا للشعب التونسي. ربي يبارك فيها ومشكور ومشكور ومشكور. والله العظيم قيس سعيد دار مبادرة جيدة والشعب الجزائري والشعب التونسي ديما أخوة. خوة 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 خوة. والله يعني بارك الله فيه الرئيس تاعنا والرئيس قيس سعيد والجزائر وتونس راهم بلد واحد وشعب واحد ديما هذه. والله غير قرار رجولي كاع صافي بليزير. الحقنا دخلنا ديريكت ما كناش جايين من بعد كي داروا لنا باللي دخله باطل وملنا معاناة السفر صحيح جينا دخلنا الحمد لله فونت دي بي فراجي وانتحوا من هذا المنبر رئيس تونسي قيس سعيد. عمليه ممتازه يعني الحمد لله يعطيه الصحه يا اخويا. خبر مفرح وبما ان احنا تونس الجزائر بلد واحد احنا خاوه دم واحد يعني هذه مش حاجه غريبه على الشعب التونسي. اخويا نشكرهم بارك الله فيهم ونشكر الرئيس قيس سعيد وبارك الله فيه. والله شيء طبيعي مجاني الدخول احنا اخوات ما جانا امر عادي امر عادي بيسك احنا خاوه احنا باينك شغل احنا معناتها خاوه خاوه فهمني ديما نقعدوا خاوه بلد واحد الجزائر. يحيى تبون عمي تبون زاد. والله بارك الله فيكم ملي دخلنا لتونس وهم يرحبوا بينا يعطيكم الصحه خويا خاوه خاوه خيوه كل يعطي الصحه كثر خيرهم ياسر تونس الاستقبال تاعهم ما شاء الله. نقول لك قرار مليح وليسونسيال وا دي تيلي في فالا جيري كثر خيرهم يرحم والديهم كيما درنا لهم داروا لنا كثر خيرهم قرار جيد جيد جدا فرحنا بها. نشكر السيد قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه ميم كان درتوه بالدرام نخلصوه على الجزائر الجيري نورمال.